ده حقيقي. يعني ده حقيقي. اللي ياخدها جد يعني ممكن تفرق معاه جدا. نشوف الكابتن احمد كشري واخدها جد ولا لا. طبعا معانا كابتن احمد. ازيك حبيبي يا كابتن هاني؟ اخبارك يا حبيبي؟ وحشني. وانت كمان عليك وعلى صديقي يعني. ازيك يا كابتن كشري؟ ازاي خير يا حبيبي؟ حبيبي وحشني والله. كابتن كشري كان بيخاف من الطيارات جدا. ما هنجيله دلوقتي. هنجيله دلوقتي بس. والله رعبني. كان قاعد جنبي وانا قاعد اصلا مرعوب وهو راح ماسك فيه بس ما بيبانش الكلام ده في الملعب يعني. لا قلبه جامد. قلبك جامد في الملعب ما شاء الله يا احمد. يعني عامل حاله كويسه جدا. عايز اقول لك مبروك على الاداء اولا لان ده مهم جدا. عايز اقول لك مبروك على النتائج. وانت طبعا استلمت المهمه بعد طبعا استقاله الكابتن مجدي عبد العاطي اللي انا كمان في رايي قدم مردود رائع جدا في خلال مشوار نادي اسوان. لكن انت صحيح. كمان بتقدم او بتكمل مشوار الكابتن مجدي بشكل مختلف بشخصيه مختلفه باداء. انا شايف انه اداء طبعا اداء قوي جدا. وطبعا اخرها مباراه سموحه النتيجه 3-3. فكابتن احمد انت شايف الدوري ازاي وشايف حظوظ اسوان وان شاء الله في الوجود إن شاء الله. ماشيه ازاي في خلال الفتره اللي جايه؟ والله يا كابتن هاني طبعا الاول اشكرك على الكلام الجميل ده يعني انا دي حقيقه والله دي حقيقه. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك يا نجم. والله الحمد لله. يعني انت عارف ان الدوري في مصر صعب جدا ومحتاج امكانيات ومحتاج خبرات الفرق واللعيبه. فيمكن احنا كنادي اسوان نادي شعبي نادي جماهيري وناس يعني محترمه جدا وبتشتغل برضه في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لها. ففي مجموعه لعيبه كويسين الحمد لله معانا. يمكن الدور الاولاني انت وانت بتبدا مع اي فرقه في بدايه الدور الاولاني بتبقى الامور اسهل شويه ان انت تعرف تجمع. طبعا ده صحيح. مفيش في ضغوطات على اللعيبه وعلى الفرق الكبيره. مظبوط. فاللي بيقدر يجمع الدور الاول بتفرق معاه. طبعا اسوان كانت ماشيه بشكل كويس في الدور الاولاني مع كابتن مجدي اشكره طبعا. ويمكن الدور الثاني احنا بدانا بعد فتره كورونا الفتره بتاعت اللي حصل فيها كورونا. يعني اللعيبه قعدت 4 شهور فبدا اللعيبه تبدا من الصفر ثاني. ومع ذلك بدانا بدايه كويسه جدا. جمعنا بنقط من اف سي مصر، كسبنا المقاولين العرب، بنتعادل مع انبي في انبي، بنتعادل مع الجيش في الجيش. ماتش سموحه بتاع امبارح انا كنت كسبان لحد الدقيقه 96. مش اول ماتش برضو لغايه الدقائق الاخيره تكون كسبان. يعني اعتقد في بعض المباريات انت كنت متقدم فيها لاخر دقائق. بيراميدز بالظبط. صحيح. 81 صحيح. طبعا يعني كنت قريب. حلو قوي. كان يعني طبعا كان كنا قريبين من المكسب. وكان يعني في حاله تحكيميه يعني كانت ممكن ان هي ليا يعني قالوا ان ليا ضربه جزاء لو اتحسبت كنت هيبقى 2-0. وفريقي بتقدم كره هجوميه لما تجيب في سموحه 3 اجوان امبارح وتضيع حوالي 5 انفرادات امبارح عاملين جيم كبير جدا. ويمكن زي ما انت شايف اتعادلنا امبارح يا كابتن هاني يعني بضرب الجزاء حصل عليها جدل كبير في الوسط الرياضي كله. ده حقيقي. واتطرد مني 2 لعيبه. يعني تخيل انت يعني 2 لعيبه ناقصين وبيتحسب عليك ضرب الجزاء في اخر مباراه. لا يعني احنا الحمد لله كنا الافضل في المباراه طبعا مع احترام الفرقه سموحه الفرقه المحترمه مجلس ادارتها طبعا كان معاها جهاز محترم الكابتن حماده صدقي طبعا الكابتن الكبير طبعا. والحمد لله احنا ماشيين كويس جدا. لكن يعني الماتشات دي بتفرق يا كابتن. يعني انا امبارح لو كنت كسبت كنت هعدي 6 مراكز كنت هوصل للمركز الثامن. النقطه طبعا النقطه بتفرق طبعا. بالظبط. فانا الامور الحمد لله قريبه. يعني احنا بيني وبين الفرق اللي قويه 4-5 فرق بيني وبينهم نقطه ونقطتين. مظبوط. تحتيه فريق كبير زي النادي المصري وتحتيه انديه زي طنطا وانتي. لا الحمد لله ماشيين كويس جدا. واتمنى ان احنا نكمل عشان يعني نادي اسوان نادي يعني برضه نادي جماهيري والصعيد. واحنا نتمنى ان يبقى في فرقه دايما في الصعيد طبعا. لكن انا راضي على الفتره اللي فاتت دي. بس الفتره الجايه طبعا هتبقى اصعب كمان فتره تجميع النقط. واحنا يعني الحمد لله حتى المباريات اللي بنخسر فيها كابتن هاني يعني بنخسر بصعوبه. يعني لما لعبنا النادي الاهلي قدمنا مباراه كبيره جدا. حقيقي. النادي الاهلي لحد بيها حاجه و80 1-0 وكنا بنهاجم. مع بيراميدز نفس الحكايه كنا كسبانين انبي في انبي لحد نهايه الشوط الاول وضعنا فرص وكسبنا المقاولين العرب. يعني الحمد لله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل وان شاء الله اسوان يبقى في الدوري الممتاز باذن الله. احنا نتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد. ودايما بنقول ان دايما احنا حابين الانديه الشعبيه زي اسوان وزي كل الانديه الشعبيه تكون متواجده في الدوري. وكمان نادي اسوان زي ما احنا بنقول من الانديه
انديه البلد الجميل اسوان، احنا بنحب اهل اسوان، وان شاء الله باذن الله بيك مع لعيبتك والجهاز الاداري والفني ان شاء الله تكونوا موجودين باذن الله في الدوري المصري. لو انا اعتقد لو بهذا المستوى ان شاء الله خلال يمكن الثمان او تسع مباريات الباقيه ان شاء الله يقدر. يكون اسوان يقدر زي ما استاذ جمال بيقول لك يقدر فعلا. بس ما قلتلناش برضو على اللي هو كان بيحكي. لا ما هو يا كابتن عارف كنا في السعوديه ايوه والله، يعني قعدت كنا قاعدين جنب بعض، فالمهم مطب هوا جامد جدا مرعب، لقيت الكابتن احمد ماسك فيا واخدني معاه، قلت له لا بس هو قلب اسد برضو. أيوة. سيبك من الطياره، لا ما الطياره في الملعب وفني كوره حاجه تاني يعني، نتمنى لك نجم كبير يعني بجد. خايف ايه رغم ان كنا رايحين نعمل عمره؟ ايوه ما الحمد لله كانت هتبقى حلوه برضو لو حصل حاجه كنا رايحين نعمل العمره. ايوه صح الحمد لله كانت جايه في حاجه. لا ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله باذن الله. الله يخليك انت محترم. الله يخليك ان انا كنت معاك ومع الله يخليك يا كابتن نجم مصر اللي شرفنا في الاحتراف. ربنا يخليك يا كابتن اوروبا، وانا من الناس اللي بحبهم جدا يعني كابتن هاني رمزي طبعا يعني مثل لكل الاجيال كلنا بنحبه. حبيبي يا كابتن طبعا يعني انا ما انساش يا كابتن هاني ما حضرت ماتش انا بارت بريمن كان بيلعب فرايبورغ، ويعني كنا بنتفرج عليه فريق الاهلي كنا معسكرين هناك. طبعا معسكر مظبوط. عايز اقول لك الاستاد كله كان بيقولوا يعني الناس كانوا بيحبوه، الاستاد كله بيتكلم على هاني، ولما شافونا قالوا لنا انتوا مين؟ قلنا لهم احنا فرقه الاهلي، قالوا لنا كل الاستاد جاي عشان هاني رمزي. يعني شرف لمصر حقيقه يعني والله العظيم. حبيبي يا كابتن ربنا يكرمك ومدرب كبير، وان شاء الله باذن الله اشوفك باكبر الانديه يا كابتن هاني. حبيبي يا كابتن كل التوفيق ليك ان شاء الله، وبالتوفيق ليك ولنادي اسوان. شكرا جزيلا كابتن احمد كشري. شكرا جزيلا.